وبناشد كل المواطنين الشرفاء بسرعة الإبلاغ عن أي مواطن غير صالح بيأوي فراغ في منزله أو تلاجته، وإن العد التنازلي للغرامات هين وذلك لظهور مرض خطير يدعى أنفلونزا الطيور، والمواطن اللي هيبلغ عن أخوه المواطن هيطلع مصلحة حلوة. كده يبقى تلاعب بأرواح الناس. دي إشاعات، ما يسيبوا الناس تذبح وتاكل، هي الفراخ هتعطس كمان. ما ينفعش يا طنط، لانه ثبت علميا ان جيل التسعينات من الفراخ نقاهته المناعيه في تدرج مستمر الفتره اللي فاتت. انا مش صعبان عليا غير الكتاكيت، مامتهم ماتت والراجل بيبيعهم قدام المدرسه. بقول لك ايه، اوعى تيجي جنب الراجل ده ولا حتى تشتري منه كتاكيت، فاهمه؟ ده كتكوت يتيم ومامته عيانه. هلا بقولك اسمعي الكلام، انت عارفه انت ممكن لما تقربي من جنب الكتاكيت دي هيجيلك انفلونزا الطيور، هنديكي حقنه قد كده هتوجع. طب ما يدوا الفراخ حقنه ويدوها دواء وتخف. ما ينفعش يا طنط اللي حضرتك بتقوليه ده، لانه ثبت علميا ان انفلونزا الدجاج تشبه في تكوينها طائر الحرباء من حيث تلونه وتكيفه مع الواقع. الواقع بقى ان الفراخ دي وقعت خلاص في شر اعمالها، انا اساسا مش مقتنع بيها ككائن. يعني طول عمرك يا عادل نقرك من نقر الفراخ. مش مساله نقري من نقرها، يعني مثلا الفراخ دي يا جماعه ككائن عندها جنيحه وما بتطيرش، ايه مكسله تطير يعني تستهبل؟ لا طبعا يا عادل انت اللي بتفتي، الفراخ كان طول عمرها بتطير وبتحلق عالية، لكن للاسف نتيجه التغير الهرموني اللي حصل لها ضمور في اجنحتها اليمين. اجنحتها اليمين؟ طب خدي دي بقى عندك، الفراخ دي بتبيض اساسا وتسيب البيض بتاعها في كراتين، ازاي اامن لوحده بتفرط في ضناها بالشكل ده وبتسيبه يعني؟ على فكره بقى انت لازلت مش فاهم وجهه نظر الفراخ. وجهه نظر فراخ ايه بس؟ فراخ ايه اللي عندها وجهه نظر؟ طب خدي دي، الفراخ دي الديك بيبقى على علاقة بكل الفراخ اللي في العشة في نفس الوقت، فين كرامتها الفرخة دي؟ بصراحة بقى في دي انت معاك حق. عشان كده يا جماعة احنا لازم نأمن مداخل ومخارج البيت، هركب عليهم كلهم سلك، والكالون بتاع الباب كمان هيتغير عشان نتجنب اي شنة هجومية من الفراخ. ايه الشنة دي؟ اه طبعا، مش الفرخة لو عندها انفلونزا الطيور بتشن؟ واهم حاجة يا جماعة بالنسبة لجناح الفرخة محدش شكله خالص، لانها اكيد ما بتشن بتمسح في جناحها. بالمناسبة دي انا اتفرجت على فيلم وثائقي قصير اسمه الطيور، بيتكلم عن شوية دجاج قاموا بمهاجمة جزيرة. ده المرة دي بقى مش بيهاجموا جزيرة، ده بيهاجموا مصر كلها. عشان كده اعلاميا لازم نتجنب يا جماعة اي تعامل مع اي حاجه فيها طيور، يعني مثلا بالنسبه للافلام مش هنتفرج على الدنيا على جناح يا ماما، ولا الفيلم الثاني اللي هو بتاع ديك البرابر، ولا طيور الظلام. حطوا الحاجه هنا بسرعه يا واد انت وهو. ايه ده؟ ايه معلمة بدرة ده؟ والله نورت المحل. وايه ده كله ده؟ دي فراخ. طب ليه مكلفة نفسك بس كده؟ يلا واد انت هو امشي راقب الطريق على ما اكلم المعلم وراوزي. موري بص بقى يا معلم رمزي، البلدية مبهدلة الدنيا وبتفتش على الفراخ عاطل على باطل. يمكن يكونوا عايزين يعملوا شوربة. هو عاد في شوربة خلاص، دول ناويين على الشر وعايزين يجيبوا المحل ضرفه. قول لي بقى، انا عايز اعرف مين اللي قال ان الفراخ فيها انفلونزا. انفلونزا؟ آه. ما دي غلطتك برضو يا معلمه، اكيد كنت بتسيبيهم مش متغطين وهم نايمين بالليل مثلا. قول لي يا معلم رمزي. قول يا معلم، انت ليك في الفراخ؟ يعني انا ما تحرجنيش بقى يا معلمه بقدره بقى. بتحبها بقى عتقيه ولا بداره؟ يعني انا خايف اقول بداره تبقى بجحه مني بقى. اكيد يا واد. بص بقى يا معلم رمزي، امور خالتك بداره هتتفق معاك اتفاق، بس على شرط الاتفاق ده يكون اتفاق رجال. طبعا، امال يعني اتفاق فراخ؟ بص بقى، انا هاخد القفصين دول ادخلهم عندك جوه لغايه بكره الصبح،
واجي الصبح اخدهم لغايه البلديه دي ما تنزاح. وبعدين انا هجيب لك جوز فراخ هديه من غير ولا مليم، ايه رايك؟ ايه ده، جوز فراخ ليا انا لوحدي؟ آه. يعني ممكن مثلا اقعد العبهم واحط لهم ميه ورز وكده؟ موافق. ماشي في ايه؟ لا يعني ماشي يعني موافق، ماشي يعني. عادي يا ام ميرفت. الله اكبر يا اخويا، الله اكبر. اللي قولي لي يا ام ميرفت، انت بلغتي عن كام واحد؟ 5. وعرفتي بقى ازاي انه عندهم فراخ؟ يوه يا مجيده يا اختي، احنا مش جيران وسرنا كلنا مع بعضينا. جيران وهي باعت جيرانها عادي يعني؟ في ايه يا سعادل، مش لمصلحتهم يا اخويا، مش بدل ما يضروا نفسهم ولا يضروا جيراننا ولا يضروا اللي حواليهم؟ وبعد البوباء ده اللي بيتكلموا عليه في الجراد والتلفزيون، يعني انا غلطانه؟ بصراحه انا معاكي يا ام ميرفت، لان الحتميه التاريخيه بتحتم التضحيه بالفرد من اجل المجتمع. فرد ايه المجتمع؟ ايه دي باعت جيرانها بياعه يعني. بقول لك ايه يا ام ميرفت، انت عرفتي ان ام شيماء قبضوا عليها؟ يا لهوي، لحقوا يمسكوها؟ ده انا لسه مبلغ عنها من ساعه. بص يا ام ميرفت، اكيد اللي انت بتعمليه ده صح، عايزه تحافظي على العماره وعلى السكان وعلى نفسك، بس يا ترى بقى عملتي ايه في الفراخ اللي عندك؟ دول حبيبي. عايز ايه؟ افتح دولة، ده انا جاي واجب معاك يا عم رمزي، ما انساش اخوه حبيبه. انا عايزك تنساني، انساني يا رمزي، انساني. يا دولة، رمزي بتبقى اللقمة في بقه يخرجها من بقه ويحطها في بق اخوه. الله يقرفك، رجعها في بقك تاني يالا. ما تخافش يا دولة، دي مش لقمة عادية، دي لقمة بقى ممكن يتعمل عليها فتة وشوربة وكوارع وهتبقى ليلة يا دولة. لقمة ايه دي يا عم الساحر؟ مفاجأة. اخلص. هتعمل لي ابراهيم الطاير جاي بيه، وريه طن 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 طن. يا ام اسوح، ايه اللي انت جايبه ده هلا؟ ايه دول؟ ايه يا عم اتخضيت كده ليه؟ هي قنبله ولا ايه يا عم؟ دول حيانه جوزين فراخ بداره. يا ريتها كانت قنبله، جايب لي فراخ. انت عايز تموتنا كلنا؟ انت ما سمعش عن انفلونزا الطيور يالا؟ اديك قلت بعظمه لسانك يا دول. انفلونزا الطيور؟ الفراخ بقى مالها ومال الطيور يا عم؟ الطيور بتطير، الفراخ بتطير يا دول. مين؟ مرفت. أمو مرفت يا عم، في ايه؟ شغال عند البوليس دي ولا ايه؟ دي اللي مشغله البوليس ده لغايه دلوقتي قبضى 8-7 انفار، احنا التامنين. يا دي التامن. طب ما انت كده ترتيب كويس يا دولة. ايه هو احنا هنتحبس في الاولمبياد؟ ترتيب كويس ايه؟ يلا بسرعه شيل البتاع دي وتعالى معايا، تعالى معايا يا جماعه، حد يفتح الباب يلا بسرعه. حاضر يا دولة، بسرعه. دولة بسرعه، ليه بس؟ خش خبيهم تحت السرير بسرعه يا عم، تحت السرير كده هيفطسوا يا دولة. صعبان عليك الفراخ ومش صعبان عليك البني ادمين. بسرعة عيني. تمام يا عم؟ تمام. استنى بقى نشوف المصيبة التانية اللي برا دي. يلا انت واقف ايه؟ صعبانين عليا. صعبان عليك. تعالى. مش شايف ايه؟ رانا يا حبيبتي، انا بقى عايزه اسالك سؤال. يا اختي مهم قوي، عشان انت بقى الحلوه الجميله كده. هو المكرونه البشاميل دي لازم تتعمل بالمكرونه المقصوصه، مش ممكن بلسان العصفور؟ والله كنت مامة ميرفت كبشاميل يعني. انا عمري بصراحه ما اعرف اعملها ابدا، ما فهمش فيها اي حاجه. حضرتك ممكن تسالي فيها كبشاميل طنط انعام، هي ادرى مني. قولي بقى يا انعام جاتي، المكرونه ديت لازم اعملها مش بلسان عصفور؟ ممكن اعملها بلسان عصفور يا اختي؟ لسان عصفور ولا دبور كله بيتاكل؟ لا دبور ايه اللي بيتاكل؟ لا طبعا يا ماما. بصي حضرتك يا ام ميرفت، يعني هو لازم تبقى مكرونه مقصوصه، واحسن حد بيبيع المكرونه المقصوصه واحد اسمه النطع ده بقى موجود في باب الخلق.
تطلعي على النار تجيبي منه أرخص بخمسين قرش من بره السوق. وعنده يا حبيبي المكرونة وسال عصفور سايب؟ عنده سايب وممسوك وعنده لسه جوه العصفور وكله يعني. أيوة دولة، بس ده المحل ده بعيد ولو راحت له دلوقتي ممكن تلاقيه قافل يا عم. أنت مالك؟ أنت مالك؟ أنت جاي دلوقتي تعقل وخلاص؟ اسكت خالص. ايه ده يا اخوي؟ ايه الصوت ده؟ لا 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 مفيش ده ولا حاجه يعني، مفيش حاجه يعني، خلاص مالكيش دعوه انت يا ام مرفت. هي انا عندي اختي. الحقني يا عادل. في ايه يا رانيا؟ في ايه؟ ايه اللي جاب الهباب ده هنا؟ ما تقلقيش ما تقلقيش، كله هيبقى سليم ان شاء الله، بس اهم حاجه توطي صوتك والنبي يا رانيا، ام ميرفت بره وبتدور على الثمن اللي هتسلمه. طب اتفضل شيلهم من هنا دلوقتي، هنشيلهم من قدام. يا رانيا انا مش فاهم، بس ايه اللي قال ايه؟ الابحاث العلميه اثبتت ان انفلونزا الطيور. انت هتشيلهم ولا لا؟ خلاص خلاص هشيلهم، بس وطي صوتك والنبي عشان ام ميرفت لغايه اما تغور. بس انا هتصرف هتصرف. اوكي. يا رمزي يا دول شيل الزفت دول من هنا بسرعه بسرعه. هتطبخوا من هنا؟ بقول لك ايه، بقول لك ايه، انت بتاع انت شيل الزفوطه دي من هنا. ايه اللي شيل الزفوطه دي من هنا؟ انت اول مره تشوف الفراخ مش عايزه تطبخهم؟ خلاص ما تطبخهمش، لكن دي النعمه. ما حدش يشيل الفراخ بعد كده. ايه ما حدش يشيل الفراخ؟ هي الفراخ دي بنت خالتك، هتعمل لي فيها ديك يا اب. شيل الفراخ وامشي يلا. ماشي يا رامي. ماشي يا رامي. يلا استنى 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 بس اما اشوف الاول ام ميرفت دي مشيت ولا لسه. استنى مشيت يا غبي، وانا لسه شفتها. اصبر مشيت. تعالى تعالى يلا تفرق. غبي جدا غبي جدا. بص الفراخ دي زي ما جبتها، روح ارميها مكان ما جبتها يلا. لا يا عم قلبي ما يطوعنيش، اخلى بيهم. تخلى بيهم ايه؟ هم قرايبك، بتتكل على الله، روح ارميهم في اي حته يا عم. طب بص يا دولا، انا هروح احطهم ابيتهم يعني مع اخواتهم في البازار. بازار؟ انت في غيرهم في البازار؟ كتير يا دولا كتير. مين؟ انت تعالى نخبيهم في اي حته. يا جماعه يا اخوانا اللي في البيت، اي حد يفتح الباب. في ايه بس؟ مش فاهم. انت مش فاهم وعمرك ما هتفهم. احنا عايزين نخبي الفراخ دي. نخبيها فين؟ نخبيها فين؟ بص تعالى حطهم هنا، حطهم هنا. صح دول. صح. بسرعه بسرعه بسرعه. بس شيلوا 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 من هنا شيلوا من هنا. تعالى تعالى حطهم هنا. اه صح. هي هي يا غبي. صح. ايه بس دول؟ انا عندي فكره دول. إيه؟ احنا نعلق الفراخ هنا اهو على الشماعه. ها كده اهو. ده على اساس بقى مجيده وهي خارجه تلبس لها اي فرخه منهم. هي خبي هي خبي الفراخ انت تعلقها على الشماعه. بس بس اهي احنا نعمل اهو خن كده الفراخ. يلا بينا نشوف بقى بتاعت البشاميل دي. انت شلتوا انتوا انت يا دول عدم الاستقرار مش حلو. الفراخ يا دول افرض حد دخل ولقى وقفت فرخه بتبيض، يبقى موقف الفرخه ايه ساعتها؟ يعني خايف تخدش حياء الفراخ؟ طبعا. حطهم مش نافع معاك. تعال تعال اقف من فوق ده، نفسي من زمان اطول وش. ماشي. يعني اشيل لك العمدان اللي في العماره كلها. قولي لي مجيده يا اختي، هو انا لازم احط المكرونه البشاميل لبن حليب؟ يعني ما ينفعش لبن البودره بتاع البت بت ميرفا اللي كانت بترضعه لابنها ميدو؟ لا انا ما كنتش اعرف ان ميدو كان بيرضع رضاعه صناعي. لا ده رضع زراعي. ليه يا دولا؟ هي كانت بترضعه برسيم؟ انت مش اخوه في الرضاعه ولا ايه؟ السلام عليكم. كويس قوي انك جيتي. اهي دي بقى يا حبيبي اللي هتدلني. ليه انت تايهه ولا ايه؟ ايوه تايهه.
ايوه اصل هي يعني بتفكر تعمل المكرونه بالبشاميل ومش عارفه ازاي. طب انا مالي بشاميل؟ استنيني بس يا سناء استنيني. الله يخليك يا بنتي، انا احترت واحتار دليل. بصي المكرونه البشاميل لازم احط لها لبن حليب، يعني ما ينفعش لبن بودره. بشاميل؟ هو انت عندك عيد ميلاد وعايز تعملي تورته؟ انا مالي، انا جايه من الشغل والمواصلات والزحمه والقرف، تقولي لي عيد ميلاد بشاميل؟ يلا 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 يلا. لا يا اختي هدي شويه، ولا جاي اشحت منك ولا ايه؟ يعني عاجبك كده يا استاذ علي؟ لا لا طبعا مش عاجبني. لا لا ده انا زعلانه يا استاذ علي. لا 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 عيب. طب والله ده انا زعلانه. ده انت جارتنا يعني. ده ينفع يعني يا استاذ علي؟ لا ما ينفعش طبعا ما ينفعش. لا والله ده انا زعلانه منك يا سناء. ولا تزعلي ولا حاجه. هو في حد في حد بيصرخ؟ لا 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 ما فيش، ده تحت في البدروم. في البدروم تعالى يا خبي تعالى تعالى. يا غبي ما هي الصوابع عامله لك كده عامله لك كده، افهم. خلاص يا جماعه ما تقلقوش، دول هيمشوا دلوقتي حالا، انا ما اعرفش عنهم حاجه، هو الزفت ده هو اللي جابهم. ارمي الزفت ده والفراخ دي في الزباله. ما هو لو رميهم في الزباله هيفضلوا يكاكوا في الزباله. خلاص يرميهم في المسرح. لا ده انسب العايز كده غير حضاري كده، ناذي غيرنا. يا اختي ان جالك الطوفان حط ولدك تحت رجليك. يا نهار اسود، هتخلي امي تحطني تحت رجليها؟ انا هتصرف يا جماعه ما تقلقوش، انا هتصرف. تعالى تعالى يلا استنى تعالى من هنا. غبي 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 الواد ده. استنى هنا هراقب الطريق وبعدين اقول لك يلا يلا يلا. طيب لا انا اللي هقول يلا، انت ما تقولش يلا. طيب يا دول يلا بقى ما تقولش يلا. انا الاقي الطريق كل حاجه تمام هقول لك يلا، ما تقولش يلا. يلا بقى. اثبت مكانك، اثبت مكانك منك. لو احنا جمعيه مكافحه انفلونزا الطيور، ها بقول لكم ايه، احنا تنبيه ونبهنا تحذير وحذرنا، غرامات وغرمنا، نعمل ايه بقى تاني؟ ها حضرتك يعني احنا برقه، احنا برقه، ما حصلش مننا اي حاجه يا باشا. مش كده؟ مش كده صح. وقعت يا ام مرفت بقى، انت بقى عماله تبلغي الناس وعندك عشه وبتبلغي عن العشش وتبلغي عن التقفيصه، ها وانت بيتك مليان مزرعه فراخ صح؟ حضرتك انت فاهم غلط. دي ام انا. انت مرفت؟ مرفت عدم المؤاخذة يعني البيت فيه ست ستات ما فيهمش ولا واحدة مرفت حضرتك. يعني انا دلوقتي يعني عايز افهم اعمل ايه، يعني انا هرجع فاضي يعني بقى ولا ايه؟ انت ايه جايب ميكروباص وجايب فنلاية ولا ايه؟ حضرتك ام مرفت موجودة في الشقة اللي قدامنا كده اهو. ايوه كده اهو. هاتوها هاتوها بسرعة. حضرتك يعني علمك واضح ان البلاغ صحيح، لان على حسب علمي ان ام مرفت كانت بقالها فترة عايزة تعمل مكرونة بشانيل، وطبعا حضرتك سيدي العارفين ان مفيش دخان من غير نار، فبرضه مفيش بشاميل من غير فراخ او من غير بيض. كلامك املك. في ايه يا جدعان انت وهو؟ الله احنا بنبيع ممنوعات ولا ايه؟ هو في ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ مش انا اهو. الله جرى في ايه يا سعاده؟ خرب بيتك يا ام كوثر، هي فين الفراخ دي؟ هي اللي حطت الفراخ دي عندي في اي بيت؟ بقول لك ايه يا ست الحاجه، بصي احنا مسكنا كوثر ومسكنا ام كوثر، واحنا بقى راصدينك، ها راصدينك وراصدين الفراخ دي من ايام ما كانت كتاكيت يا اختي. ايه جمعيه الكرتون اللي انتوا فاتحينها دي؟ واضح ان سيادتك جالك انفلونزا طيور، خلي بالك. بس احنا متشكرين جدا. العفو. احنا اسفين جدا والله. لا 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 عادي عادي، احنا ياما بنتعرض للازعاج. اتفضل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. وانا يا سعاده اللي اعملوا معايا ايه؟ هيحبسوكي طبعا، مش مخبيه الفراخ عندك، هيحبسوكي. مش مبلغه في سبعه انت التامنه. سلام عليك يا سعاده. يلا يلا اطلع بره، يلا اطلع بره، اطلع بره. استنى استنى استنى، حضرتك خد دول كمان معاك بعد اذنك. لا يا دول 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 بتوع ام مرفت برضه. اتفضل يا مولا. ده مين؟ استهبل يا مولا بقى ده. خلاص يا عم انا هروح اسحب لنا جوزين فراخ من اللي في البازار ده، والمعلمه بدره مش هتحس باي حاجه، وتبقى كده اتعوضت. ده كده مش اتعوضت،
ده كده اتعورت. ايه ده يا دولا؟ تعالى لي بقى. دولا تعالى لي. لا يا دولا لا 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 هبطحك هبطحك. لا يا دولا احدف يا دولا احدف احدف. يا غبي انت مش عارف ان انا هضربك؟